خلينا نرجع زيادة لما قلت في الحلقة الأولى تقريبا حول غزة، ذكر قلت أنه المطاولة ليس في صالح الكيان الصهيوني بل في صالح الطرف الأضعف على الأقل في القوة المادية. نعم. لكن اليوم الحرب استمرت حوالي 6 شهور، يعني حوالي 160 يوم أو 165 يوم، وهنا وصلنا لحرب المطاولة. كيف اليوم حرب المطاولة تقول أنه ممكن تخدم حماس وأنه حماس يلزمها ترفض بعض الهدن إذا كانت تكونش في صالح المقاومة؟ سهل جدا. يعني ينبغي أن نعلم أن المعركة الحالية بالنسبة لإسرائيل هي المعركة المصيرية، إذا ما تربحهاش انتهت إسرائيل. يعني إذا أنا مش نحلل يلزمني نحط روحي في بقعة الإسرائيل. إذا فشلت إسرائيل في هزيمة حماس فمعنى ذلك أن إسرائيل انتهت. حسن، لكن ليس إسرائيل فقط انتهت، الأنظمة العربية انتهت وإيران انتهت. عليه إيران تستمد شرعية ربح قلوب الشعوب العربية من وجود إسرائيل ومن وجود المقاومة، من دعوة أنها تحمي حماس وفلسطين من إسرائيل. نعم. وإسرائيل والأنظمة العربية انقسمت إلى جماعة تحتمي بإيران وروسيا وجماعة تحتمي بإسرائيل وأمريكا. نعم. ما تعرفي إذا سقطت إسرائيل إيران لم يعد لها مبرر، وإذا سقط إيران وإسرائيل جماعة إيران يسقط وجماعة إسرائيل يرقد. هم نص العرب الخارجيين ونص العرب بذر. نعم. بذر. يعني يصبح في كل بلد عربي مقاومة من جنس حماس إذا لم تصلح الأنظمة نفسها. والأنظمة ستصلح نفسها إذا كان فيها رجال دولة يفهموا أن الاعتماد على إسرائيل وعلى إيران وعلى روسيا وعلى أمريكا لن ينجيهم. وهذا صعيب ياسر توقعه، لأن الناس اللي يسمعوني أنا نتكلم هكذا يقولوا الرجل هذا يحلم، لكن ينسوا حاجتين. الحاجة الأولى أن أمريكا مزلوقة أكثر من إسرائيل، مزلوقة أكثر من إسرائيل. وروسيا والصين يستفيدوا من المطاولة الفلسطينية ومن عدم المطاولة الأوروبية. الأوروبيين فدوا والفلسطينيين يأسين من غيرهم ومعتمدين كان على الله وعلى أنفسهم. إذن مطاولتهم ما هيش مربوطة بالعرب، في حين أن مطاولة أوكرانيا مربوطة بالأوروبيين. إذن أوكرانيا ستسقط من الصيف، ستسقط إذا سقطت أوكرانيا، إذا طلع ترامب سقطت أوكرانيا، انتهت أوكرانيا. ومحتمل جدا أن ترامب سيطلع، وأن بايدن ربما إما يموت أو يحكم عليه بالعجز لأنه مخه به ضع. شو ينتج عليه؟ ينتج عليه أنه سيقع حلم بين روسيا والولايات المتحدة، وتصبح أوروبا في وضعية العرب. هل العرب والأوروبيين قادرين على التحالف؟ يعني ألمانيا في الحرب العالمية الأولى تحالفت مع الخلافة العثمانية. يعني تلتقي مصالح العرب والأوروبيين اللي هم مستهدفين الولايات المتحدة الأمريكية ومن روسيا. لا، لكن اللي هما ربما الطريقة الوحيدة باش يعوضوا تخسروه من روسيا من البلاد العربية الطاقة، طاقة والممرات. وربما يتخليوا على فكرة أنه الإسلام خطر عليهم، لأنه الأنظمة العربية مش إسلامية. الشيء اللي الناس غالطين أنه في بالهم كل العرب مسلمين، مش صحيح. كل النخب التي بيدها السلطة في البلاد العربية ملحدة، ملحدة. حتى ولو يصليوا يصليوا هذاك لعبة سياسية، لكن ما فهم حتى نظام عربي يحكم فيه العسكر وإسلام. مش معقول، لا يمكن أن يكون العسكر المصري إسلامي ويتفرج في الشيء اللي قاعد يقع
وما يعمل شيء. وهذا يخليني نسأل اليوم الدول العربية والأنظمة العربية خلينا نقول في موقف صعب اليوم أمام شعوبها قدام حرب الإبادة يتعرض لها الشعب الفلسطيني، هل قادرة اليوم الأنظمة العربية أو نقول هل قادرة الولايات المتحدة الأمريكية أمام هالأزمات اللي كنت تحكي فيها اللي تعيشهم سواء كان في أوكرانيا ولا في الشرق الأوسط قادرة على حماية الأنظمة العربية العميلة لها؟ لا، هي تحاول الآن حماية الأنظمة العربية أكثر من حماية إسرائيل. عليه؟ لأنه إسرائيل دائما وابدا كانت تتمنى لو أن العرب دخلوا الحرب، لأنها كانت تقضي عليهم في جمعتين، لأن تولي حرب كلاسيكية، حرب جيوش كما حرب 48-67 كما حرب 48-67 تقضي عليهم الأمر، هو اللي نكبة أكثر من 48. تتذكر أني من النهار الأول قلت لك الحمد لله أنه العرب ما تدخلوش وهم ما مش يدخلوا تفسهم. أنتم من أول يعني أنت وقتي أنت عندك حكام يتحالف مع الهنود ضد الفر اسمه هما المسلمين الأخرين اللي في الهند باكستان، ويتحالف مع اسمه هي اليونان ضد تركيا. ايش معناه؟ يعني وقت عربي دولة عربية تتحالف مع الهند ضد باكستان وتتحالف مع اليونان وفرنسا ضد تركيا ومع اسرائيل، ايش معناه؟ ايش معناه؟ معناه هذا الناس تواو صفحة الحضارة العربية الإسلامية ولا يعيشوا على الحضارة ما قبل العربية والإسلامية، يعني القبائل العربية اللي كانت تقاتل على سباق بين. وعلى ذكر تركيا دكتور أخي، تركيا وين في هذه الحرب اليوم؟ لا، تركيا مش ممكن تغامر. شوف، تركيا ينتظروا فيها في الدور، ينتظروا فيها في الدور. قسما بالله لو تركيا تتدخل في إسرائيل الآن يشتر بلادها إلا ما تفكها إيران واليونان بمعونة روسيا. لكن تركيا اليوم قاعدة تمول في إسرائيل، تمول في إسرائيل وتبعث في. مش صحيح. إيش معنى تبعث في؟ أنه فما اتفاقيات سابقة تحبوها هي تقطع الاتفاقيات السابقة والعرب قاعدين يعملوا في اتفاقيات جديدة. كيف يعني؟ كيف تطلب من التركي أنه يضحي بمستقبله وببلاده وهو على أبواب الوصول إلى الردع؟ تركيا الآن تقريبا في وضعية إيران على أبواب الوصول إلى الردع، إلى أنه ما عادش تخاف من حد لأنها تنجم ترد على أي هجوم نووي. شوف، ما توصل للردع إلا إذا وصلت للقدرة على الرد الردعي، يعني الضربة الثانية. يضربوك الضربة الأولى أنت قادر على الضربة الثانية. أنت ما تبدأش بالضربة الأولى لأنك تعرف روحك ضعيف، لكن تعرف أنه اللي باش يضربك الضربة الأولى نجم ترد عليه بطريقة اللي هو يولي خمم ما يضربكش. هذا وضعية إيران ووضعية تركيا ووضعية باكستان. باكستان سبقتهم الكل، اللي عندها القدرة على الرد الضربة الثانية، عندها القدرة على الضربة الثانية. ونأكد لك أنه اليابان وكوريا الجنوبية سيطالبوا بهذا، أن يا أمريكا صحيح عندك مظلة باش تحمينا، لكن انهارت اللي باش تخيري بين حماية أمريكا وحمايتنا احنا في حالة أنه الصين تحب تضربنا، ما كيش باش تضرب، ما كيش باش تحمينا، وبالتالي ستطالب بحق سيطالبوا بحق السلاح النووي. المشكلة أنه ألمانيا ما تنجمش، ألمانيا ما تنجمش. عليه الاتفاقيات سابقة في الحرب العالمية، بعد الحرب العالمية الثانية، لأنها عندها عقدة اللي نعتبر أكبر انتصار حققته حماس نحات العقدة هذه في العالم الغربي، عقدة الهولوكوست. الهولوكوست الآن الشباب الغربي والمفكرين الغربيين الكبار الفضلاء منهم عاد ولوا يقولوا الهولوكوست اللي عمله هتلر إسرائيل قاعدة تعمل أكثر منه. هذا أكبر انتصار عملته حماس، أكبر انتصار عملته حماس أن يقضات على كل سرديات إسرائيل. أولا لأن العرب ما تدخلوش، ما عاش نجم تقول أنا مهاجمين علي 400 مليون، وثانيا لأنها وحدها نجمت تعجز الجيش الإسرائيلي
والجيش والمستند الأمريكي والمستند الأوروبي.